فيصل البيرم، الرئاسة المشتركة للقسم الفنية في بلدية الشافية الكرامة. منذ تأسيس بلدية الشافية الكرامة 5/11/2017، يقوم المكتب الفني في البلدية بالعمل المستمر على تخديم أهلنا في منطقة الكرامة بالمشاريع الخدمية وتجهيز كل ما هو ملائم لتطوير المنطقة. طبعا طلبت منا هيئة الإدارة المحلية والبلديات في بداية عام 2019 بتجهيز مشاريع على شكل ربعيات، 4 ربعيات ضمن العام. هذه المشاريع تشمل كافة الأمور الخدمية للمنطقة. طبعا كان الربع الأول من نصيب مشاريع الزفت، وقد توجهت هذه المشاريع بشكل خاص إلى منطقة الرقة بسبب الدمار الذي لوحظ فيها ومأساة الحرب التي مرت عليها، فكان نصيب الربع الأول هو من نصيب منطقة الرقة المدينة، وكان الربع الثاني يشمل مشاريع متنوعة قمنا بتجهيزها ورفعها إلى هيئة الإدارة المحلية والبلدية وتم الموافقة عليها، منها مشروع الردم بقيمة 18 مليون ليرة سوري نفذ في منطقة الكرامة وفي منطقة الغسانية وفي منطقة بيدر تحتاني وفي منطقة مزرعة المحمدية. ومن المشاريع أيضا مشروع إنارة داخلية نفذ في منطقة الكرامة، هي عبارة عن أجهزة 150 واط، أجهزة 50 واط وزعت في مداخل منطقة الكرامة والموزعات التي توجد فيها لتضفي الأمن والأمان إلى هذه المنطقة في الليل. ومن المشاريع أيضا تم تنفيذ مشروعين صرف صحي في منطقة الكرامة، منها مشروع ترميم استبدال لخطوط غير صالحة للعمل، ومنها مشروع تجديد قمنا بتنفيذ خط بطول 100. ومن المشاريع أيضا قمنا بتشجير منصف الطريق العام في منطقة الكرامة ب 800 شجرة. هذه المشاريع كانت هي من مشاريع الربع الثاني في عام 2019، وكان الربع الثالث قد بدأ، ولكن الحملة الهمجية التركية على أهلنا في الشمال السوري عرقلت بداية هذا الربع وأخرته، وقدوم نازحين وافدين من داخل الشمال السوري إلى مناطق الرقة وريفها أدى إلى تدهور العمل الخدمي بشكل عام، لكن الحمد لله استطعنا أن نستعيد أنفسنا ونشاطنا ونبدأ، وقد قمنا بإتمام هذا الربع بالعمل على مشروع إنارة الطريق العام في منطقة الكرامة. هذا المشروع الذي لقى ضجة إعلامية كبيرة، الحمد لله رب العالمين تم نجاح هذا المشروع وتنفيذه بكامل مواصفاته. طبعا هذا المشروع تم تنفيذه على مرحلتين، نفذت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ستكون في الربع الأول من عام 2020 لاستكماله بشكل كامل وتنفيذ الخدمة على الشكل المطلوب. طبعا كما ذكرنا لكم أن ميزانية عام 2019 من المشاريع فقط لبلدية الكرامة قد تجاوزت وفق الدراسات 100 مليون ليرة سورية، وهناك فرق كبير أصبح بسبب فرق الدولار في السوق بالنسبة للمواد التي هي تعمل فيها الدولار كالزفت وغيره. هذه المواد أحدثت فرق في الموازنة، لذلك قمنا بدراسة موازنة ووضعها لعام 2020 وتجاوزت يعني تقريبا 800 مليون ليرة سورية، تشمل هذه المشاريع زفت لمنطقة الكرامة التي مخدمة بصرف صحي، وربط الطرق في منطقة الكرامة بالأرياف المحيطة لها بالقرى المحيطة لها بتخديمها بالردم والزفت وما إلى ذلك من الخدمات التي توفر أفضل الراحة للمواطنين. ومن المشاريع أيضا التي تم تجهيزها في عام 2020 خلال ميزانية 2020 مشاريع صرف صحي، توسع صرف صحي في منطقة الكرامة شمال الطريق العام. هذا التوسع الحديث يجب تخديمه بصرف صحي وربطها إلى محطة معالجة الصرف الصحي لتخديم أهلنا بأفضل الإمكانيات. ومن المشاريع أيضا مشاريع إنارة بشكل عام في منطقة الكرامة، استكمال مثلا شارع الناحية، شارع البلدية، العمل على مشاريع الأرصفة بشكل عام،
العمل على مشاريع الحدائق والتشجير، كل الأمور الخدمية التي تخدم أهلنا نسعى إليها. طبعا عاديكم عن أمور الرش والمبيدات التي هي من الكماليات لأهلنا، والتي ستنفذ خلال فصل الصيف، منها مكافحة اللاشمالية واستحضار المواد والمبيدات اللازمة لذلك العمل لكي نقي أهلنا وشعبنا من هذه الأمراض. وطبعا يعمل قسم البيئة مع قسم الخدمات الفنية بشكل عام على تحديد المناطق وتجهيز فرق عمل لمباشرة العمل خلال فصل الصيف، وتم رفع عقود إلى هيئة الإدارة المحلية والبلديات، عقود موظفين للتعاقد معهم لمدة 3 أشهر خلال فصل الصيف لتنفيذ هذه المشاريع. ومن المشاريع أيضا التي تعتبر هي ككماليات في منطقة الكرامة، تجهيز حدائق فيها داخل هذه المنطقة لكي تصبح مأوى للأطفال وراحة نفسية لهم إن شاء الله.